السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نبدأ أول صفحة في الكتاب المدرسي لو نوفيل اسباس دو فرونسي، صفحة 7 اللي نشوفو اليوم. عندنا ايفالياسيون دياغنوستيك تكون تشخيصي، هو اللي قاعد نبداو به السنة الدراسية باش الاساتذه كيستطاعوا انهم يفيئوا التلامذ، الفئه اللي خاصها دعم مكثف والفئه اللي ما خاصهاش الدعم. هنا عندنا في الاول اكتيفيتي اورال، نشوف واش تقدر تعبر الاستاذ على هاد الصور اللي كتشوف ولا لا. هنا غايقول لك كياس، غتقول له سي لو ماتر ولا سي لو بروفيسور، ولا هنا غايقول لك كياس سي ان اليف d'une école, واحد التلميذ ديال واحد المدرسه، شنو كيدير؟ il se présente à la rentrée scolaire، في دخول المدرسه كيقدم نفسه. هنا il y a des enfants dans la cour de l'école, il se présente, c'est une fille qui présente son ami. مثلا تقول مثلا je m'appelle Rachida, mon ami s'appelle Khadija. هنا les élèves ou les enfants se présentent, يعني كل واحد كيقدم نفسه. هنا يقدر يقول لك c'est un monument touristique، هذا واحد et religieux، واحد المعلمة سياحية ودينية، c'est la mosquée Hassan II à Casablanca. هنا c'est القواس à Salé. اذا كل واحد شنو غادي يقول في هاد الصور. هذا اختبار المدى معرفة واش التلاميذ كيقدروا يعبروا على داك الشيء اللي كيشوفوه ولا لا. نشوفوا اكتيفيتي دو ليكتور، الانشطه ديال القراءه. شنو عندنا في انشطه القراءه؟ عندنا غنقراو دي لتر، حروف، ثم غنقراو دي سيلاب ومقاطع صوتيه. لي اقرا، بي او سي T E F G D I J S L M N O P U O. شوف الفرق هنا، U هنا O، هاد او كتنطق بحال هاد او، هادي او او اون، هنا او ولكن موراها في الاخر بحال كتسمع ان اون اون، تالي نفس الشيء اون. و وي، واضح. نشوفوا هنا السؤال الثاني، يقول كونستروي، شكل لينا او كون لينا دي سيلاب، شكل لينا وكون دي سيلاب، يعني كون مقاطع صوتيه. مقاطع صوتيه كيقول لك ام لازن عليها ا، شنو كتولي؟ ام الى تزادت عليها ا كتولي بطبيعه الحال ما ما، شتي ام ا ما ام ا ما ما. بي لازن عليها ا كتولي با، بي مع ا كتولي با. لاحظ ب مع ا كتولي با با. تي مع او، هذه ماشي او او، تي مع او كتولي تو تو، واضح. اذا تي لازلنا ليها او كتولي تو، واضح. اذا عندنا ما با تو. نمر الان السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 شنو فيه؟ قالك فورم دي مو افيك لي سيلاب، كوننا كلمات بهاد لي سيلاب اللي مقترحين علينا. مثلا هنا عندنا مي وهنا ا، اذا شنو تقدر تكون هادي؟ مي ا ولا نقولوا ا مي؟ طبيعه الحال نقولوا ا مي. واش كتعني ا مي؟ ا مي هي صديق، ا مي هي صديق، ا مي c'est un ami، هذا صديق، c'est mon ami، هذا صديقي. هنا مي ا نا، اذا شنو تكون؟ مي ا نا.
هتكون آمينة، والدليل هو آ ماجوسكيل يعني هي اللي في البداية. إذن هذه آمينة، واضح؟ إذا شنو نكتبو؟ آمينة، آمينة سيت أن نوم بروب، اسم شخصي. هنا طو وهنا مو، إذا صحيحة تكون هي موتو. موتو، موتو هي موتور، موتو سي لا موتو دو رشيد، هذا الموتور دو رشيد، موتو. هنا مون ما، إذا الصحيحة تكون مامون، مامون أمي، ما مون، ما مون. ثم شنو عندنا هنا؟ لا فوا، لا فوا، إذا غتكون صحيحة هي فوالا، فوالا، فوالا بحال كتقول ها هو، فوالا، فوالا، فوالا مون فخير، ها هو أخي. هنا ميكارا، إذا شنو غتكون ميكارا؟ كاميرا، 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 آلة ديال التصوير، كا مي را. ثم عندنا غي فو، الأصح هو فو غي، فو غي هي الغابة، فو غي، فو غي. ثم عندنا لو ستي، نقلبوها ستيلو، إذا ستيلو هي صحيحة، ستيلو قلم، ستيلو. عندنا ريكتور دي، ريكتي ديريكتور، ديريكتور هو المدير، لو ديريكتور، واضح. ثم عندنا هنا فون اون، فون اون، اذا صحيحه هي اون فون، اون فون. اون فون، واضح. نمر الآن للسؤال الموالي. السؤال الموالي قال لك عندنا دي جروب دو مو، عندنا مجموعة كلمات، نحاولوا نقراوهم. لي لي جروب دو مو، نقراو هاد المجموعة ديال الكلمات، واضح. لاحظوا معايا، احنا في الصفحة 7 كما كتشوف. اون ايكول، اون ايكول، اون ايكول، une école، مدرسة. un livre، كتاب. le professeur، الأستاذ. le directeur، المدير. la directrice، المديرة. un cartable، محفظة ديال المدرسة. une ardoise، لوحة اللي كنكتبوا بها، طباشير. le stylo، والقلم الجاف. un crayon، crayon وقلم الرصاص. la règle، المسطرة. une trousse هي المقلاة اللي كديروا فيها السيدويات وكلشي. la cour هي الساحة. نمر الآن لقراءة الجمل. لي لي فراز، هادو الجمل اللي نقدروا نستعملوا في الأول في التقديم ديال الاكتيفيتي اورال. Je m'appelle Amina. هذا ما كتبغي تقدم راسك لشي واحد، تقول je m'appelle فلان. je m'appelle Amina، انا سميتي Amina. mon ami، صديقتي. mon ami حيت عندها او، كون كان ما عندهاش او نقولوا صديقي، ولكن دابا عندها او نقولوا صديقتي. mon ami s'appelle Fatima، صديقتي اسمها s'appelle Fatima، اسمها Fatima. les élèves sont dans la cour، les élèves sont dans la cour، الأطفال راهم في الساحة. ils plantent des arbres، ils plantent des arbres، هم يغرسون ولا يزرعون
أشجاراً des arbres. Avant de traverser la route, قبل أن نقطع الطريق, avant de traverser la route, il faut, يجب علينا, il faut regarder. نشوفو à gauche, نشوفو في اليسار, puis à droite. ومن بعد في اليمين. À gauche, puis à droite. وهذه صفحة 7 منها. إلى اللقاء.